بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نعود إلى إخواننا وأحبابنا لنهنئهم من جديد ونبشرهم بإعادة فتح بيوت الله، فتح المساجد للصلوات الخمس ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز من هذا الشهر الجاري. وقد تقرر طبيعة الحال أن تفتح مساجد معينة، وذلك بالتدريج ريثما يكون التعميم فتح سائر المساجد الأخرى، لأن الأمر حقيقة أمر جد وليس فيه هزل، ولذلك لا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة ولا بد من الاحتراز. فما يمكن أن يقع في بيوت الله ويقع في المساجد ليس كمثل ما يقع في المنشآت الأخرى. فالمساجد تضم عددا كبيرا من المصلين، ويمكن أن يقع فيها ازدحام، ويمكن أن يقع فيها اكتظاظ، ولذلك لا بد من الاحتراز الشديد ومن الاحتياط. نحن لا نريد أن تكون المساجد التي هي أماكن وفضاءات للعبادة، لا نريد أن تكون مصدرا لشر يعود على الساكنة ويعود على أهلنا وقومنا وأبناء وطننا. ولذلك كان الإجراء الحكيم من طرف السلطات المعنية ومن طرف وزارة الأوقاف السنابية التي اتخذت هذا القرار، كان إجراء حكيما، حيث تفتح في البداية عدد محدود من المساجد، ثم يليها إن شاء الله فيما بعد فتح سائر المساجد. ففي إقليم الناظور ستفتح إن شاء الله ابتداء من يوم الأربعاء 67 مسجد، وبناء على بعض القرارات وبعض البيانات يمكن أن نبين للناس هذه المساجد التي ستفتح. ففي مدينة الناظور مثلا سيفتح 25 مسجد، من جملتها مسجد الفتح بعريض، ومسجد الفتح بالفيلات يعني الفتواكية، مسجد ولاد إبراهيم، مسجد إصبان، مسجد النصر، إيقوناف العليا، مسجد ولاد بوطيبة ربوز، مسجد ابن عيساتن ببراقة، مسجد إحفظ اللاين عريض، مسجد إيجوذار، مسجد تيزيرين، مسجد محمد الخامس أو المسجد المحمدي، مسجد لالة آمنة الذي هو معروف عند الناس بالحاج المصطفى، مسجد ترقاع المركز، المسجد العتيق ببوبلاو، مسجد حي العراسي، مسجد خالد بن الوليد مستشفى القربة مستشفى الحسانية، المسجد الحسن الثاني بالعرين الشيخ، مسجد عبد الكريم الخطابي، مسجد بلال بن ورباح ولاد ميمون، مسجد الرحمة ولاد بوطيب، مسجد وعمار أو ما يسمى بمسجد القدس، مسجد الشعبي هذا في المطار، وكذلك مسجد النور ولاد بوطيب، ثم مسجد محمد السادس مسجد الكبير في حي المطار أو الناظور الجديد، ومسجد بدر بعريض. هذه المساجد التي ستفتح إن شاء الله بمدينة الناظور. كذلك زغنغان هناك مجموعة من المساجد التي ستفتح فيها، من جملتها مسجد ولاد يحيى، مسجد الحسن الثاني، مسجد أبو بكر الصديق، مسجد ولاد عمر ويحيى، مسجد الجواهرة العليا، بني نصر. كذلك ستفتح فيها مسجدان، مسجد النور ومسجد ولاد عيسى العروية،
يفتح فيه المسجد المركزي، مسجد الهدى، الحاج اليزيد، المسجد الجديد في الدخلة. ثم زايو كذلك سيفتح فيه مسجد سيدي عثمان ومسجد العتيق، مسجد الحسن الثاني، مسجد النهضة، برجال، وجماعة بن بويفرون إحدادا وكسان، إحدادا فيه بوت شامير، إحداد المركز وكسان، خاردينا، مسجد الحمد سلوان، مسجد مركز سلوان المركزي في سلوان، مسجد صوناصيد، والفتح العمران. كذلك بوعرق سيفتح مسجد الحي العسكري في تاويمه، مسجد البستان، ومسجد الهدى. إعزان بن بويافار سيفتح فيه المسجد المركزي، إعزان بن شكر، مسجد الإمام ورش، بن سيدان الجبال، ثلاث الحساني، بن سيدي اللوطا، مسجد النصر، مسجد في جماعة فرخانة. سيفتح المسجد الجديد الكبير. بالنسبة لحاسي بركان سيفتح فيه مسجد فضر، بالنسبة أفسو إمزقوطا السفلى، تزطوطين، مسجدان مانكو ومسجد المحطة. بني وكيل إبو جذاذن جوج أركمان، مسجد بدر الجماعة البركانيين، المسجد الكبير. أولاد ستوت مسجد مارشال ومسجد بن السبيل، أولاد داود سخانين بدر بوشيح رأس الماء، مسجد تقوى. هذه 67 مسجد التي ستفتح إن شاء الله في إقليم الناظور، لأن إقليم الناظور يتوفر على أزيد من 700 مسجد. إذن فننصح إخواننا الذين سيذهبون للصلاة في هذه المساجد، ننصحهم أولا باش ينضبطوا مع اللجان اللي غادي تكون ساهرة وتكون متابعة لهذه الإجراءات، ننصحهم. ففي الانضباط خير كبير، فيه مصلحة لنا، فيه مصلحة ديال الأمة. ننضبطوا مع القيمين هناك، وكل مصلي من طبيعة الحال أنه خصو يمشي بنية أنه يؤدي الصلاة ديالو ويمشي في حاله، يعني أنه يحمل مع السجادة ديالو اللي غادي يصلي عليها، السجادة ديالو يكون تحت الإبط ديالو في يده، ويهز معاه في الجيب ديالو كذلك الكيس ميكا، الكيس اللي غادي يدير فيها الصباط، لأن الصباط النعيل ديالو غادي يديرهم قدامه، ما غاديش يديرهم في شي بلاصة أخرى، يعني غادي يدخل الجامع يفرش السجاد ديالو ويجلس ويدير قدامه الصباط ديالو اللي غادي يكونوا في الكيس. وكذلك خصو يكون متوضي، يكون موضي، يجي موضي، لأنه ما كانش المرافق الصحية ما غاديش تحل، وما غاديش نوجدو كذلك في المساجد المصاحف والحجر ديال التيمم والتصافح وغير ذلك، لأن الهدف ديال الدخول المسجد وهو غاية واحدة، يعني ما غاديش تدوز 5 دقائق المؤذن يأذن، يستنى 5 دقائق والإمام غادي يدخل يصلي، نصليو ثم نمشيو في حالنا ونخرجوا، خرجوا ما غاديش نبقاو كاع في الجامع، ما كاينش لا تسبيح ولا ذكر ولا قراءة القرآن، وحتى الحزب الراتب يعلق، ما غاديش تقرا لعادة انه كيتقرا بين المغرب والعشاء. إذن هذه إجراءات راه مهمة جدا، خصنا نطبقوها، خصنا نعملوا بها، واحترازية فيها وقاية إن شاء الله، احتياط لنا جميعا باش نحافظوا إن شاء الله، باش نشجعوا الدولة ديالنا وتحل مساجد أخرى، لأنه إلا ما كناش منضبطين هكذا طبيعة ما غاديش يكون تشجيع باش تحل المساجد الأخرى، لأن كيف قلت لكم راه المساجد بيوت الله، وأن المساجد لله، تكون عندنا هذه النية إن شاء الله. ونشكر جميع الإخوة القائمين على هذه البيوت، قائمة على المساجد، نشكر المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، ونشكر المجلس العلمي
لكي يتعاونوا مع السلطات المحلية باش تدوز هذه العملية إن شاء الله بسلام وبأمن وأمان. نشكرهم جميعا ونشكر الفاعلين ونشكر المواقع اللي كيديروا هذه التغطية، هؤلاء الجنود الحقيقة اللي كيظلوا يعني ما يعني قليل ما يهجعون، في الليل راه كيتحركوا، في النهار كيتحركوا، كيغطيوا هذه الأخبار وكينقلوا لنا هذه الوقائع باش نكونوا على بال، لأن التغطية الصحفية والتغطية الإعلامية أصبحت الآن واجبة، أصبحت ضرورية باش كنطلعوا على الوقائع وكنطلعوا على الأمور كما هي بدون زيادة ولا نقصان، خاصة على أن هذه المواقع كيتحراو المصداقية. نشكروا بالخصوص موقع الريفينو اللي كنتكلموا الآن عن طريق المنبر ديالو والموقع ديالو باش كنبلغوا هذه الرسالة إلى جميع الإخوة، جميع المؤمنين والمؤمنات وجميع المواطنين والمواطنات، وهنيئا لكم وبشرى لكم، وندعو الله تعالى أن يوفق أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس الساهر الأمين على هذا الوطن وعلى هذه الأمة، ويبارك في صحته ويعافيه ويبارك في ولي عهده وفي سائر أفراد أسرته الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.